في ضمن 10 أسئلة. Question number one, a mother comes with her boy who is complaining of fatigue. His mother is now worried because he looks very pale. You examine the boy and further lab examination reveals a low hemoglobin, a small corpuscular volume, low serum ferritin, and a high relative distribution width. What is your diagnosis? طبعا نبدأ بالسؤال بيتكلم عن low corpuscular volume. حيشمل الـ differential diagnosis للـ microcytic anemia. طبعا الـ most common differential diagnosis للـ microcytic anemia حيشمل اللي هو الـ iron deficiency anemia. بالنسبة للـ differentiating من iron deficiency anemia والـ anemia of chronic disease, anemia of chronic disease غالبا ما تكون بالـ old age people أو people اللي هو عندهم chronic inflammation أو chronic disease. بالنسبة لل اللي هو ال iron studies حتكون differentiating بال total iron binding capacity, حيكون raised بال iron deficiency anemia و reduced بال anemia of chronic disease. أيضا ال serum ferritin iron absent أو decreased serum ferritin بال iron deficiency anemia. ممكن ايضا another disease اللي هو الثلاسيميا تريت. الثلاسيميا تريت ممكن ما انها ثلاسيميا ميجر, لانه الثلاسيميا ميجر بيكون اوضح اكثر بالدياجنوزز. الثلاسيميا تريت عاده بيكون مور فيج او مس انتربريتد از ايرون ديفيشنسي انيميا. الثلاسيميا تريت حيكون الايرون ستاديز فيه نورمال, وبالنسبه للايرون ان اريثروبلاست حيكون بريزنت. السيدروبلاستيك انيميا حتكون مور هي ديفكت ان هيم ميتابوليزم. طبعا ممكن تكون اكوايرد او هيريديتري. موست كومن طبعا اكوايرد كوزز اوف سيدروبلاستيك انيميا حتكون الكحول بسبب انه بيعمل سبريشن للبون مارو. ممكن ايضا السيدروبلاستيك انيميا تنذكر على انه كيس اوف ليد بويزنينج اور او intake of vitamin B6 intake of isoniazide او vitamin B6 deficiency, هي كلها بتسبب السيدروبلاستيك انيميا. هي مميزه عن غيرها انه بيكون في رينج فورمز بالايرون بالبلد فيلم, رينج فورمز, وحيكون الايرون فيها ريزد خلافا للايرون ديفيشنسي انيميا. طبعا بالنسبه لل اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا سيمبتومز اند ساينز, هي طبعا الكويلونيكيا ممكن تنذكر بالانيميا, انه سبون شيبد سبون شيبد نيلز, بالاضافه ل يعني جنرال فيك سيمبتوم الفاتيج ديسنيا. ممكن ايضا تكون مع شامل مع الانجينا او سينكوبي. بالفيميل بريجننت وومن ممكن ايضا غالبا مع بايكا او تشوين كلي او طبعا كلها بسبب ايرون ديفيشنسي انيميا. اتروفيك جلوسايتس بينفول تانج انجولار كيلوسيس فيشرينج ذا سايدز اوف ذا ليبس وكونجكتيفال بالب. طبعا هذه ساينز اوف انيميا او ايرون ديفيشنسي انيميا ايضا ممكن تكون اسوسييتد وذ كلامر فينسون سيندروم, اسوسييتد وذ طبعا اللي هو بوست كريكويد ويبس بالايسوفاجس, اسفاجيا ايرون ديفيشنسي انيميا والإيسوفاجيال ويبس. طبعا باللاب تيست للايرون ديفيشنسي انيميا حيكون في انكريس توتال ايرون بايندينج كاباسيتي, يعني البادي حيكون تراينج تو هولد تو وات از وات هي هاز اوف ايرون. وبالنسبه للار دي دبليو انكريس بالايرون ديفيشنسي انيميا, الانكريس اللي هو الار دي دبليو اللي هو بتعطينا مثل اختلاف الحجم للار بي سيز. اللي increased حيكون بالآيرون ديفيشنسي أنيما خلافا للثلاسيميا حيكون فيها normal RDW. طبعا increased RDW بالآيرون ديفيشنسي أنيما هو بسبب انه بيكون عندنا poor erythropoiesis طبعا due to اللي هو lack of iron. الأسباب ممكن تكون بسبب increased demand for iron مثل اللي هو rapid growth in infancy or adolescence, pregnancy أيضا same reason demand increased demand for iron,
او اريثروبويتين ثيرابي طبعا اللي هو بيسبب more demand for the body to produce iron, to produce RBCs and thus to need iron. بالنسبة لل increased iron loss مثل chronic blood loss due to gastritis, due to gastric ulcer and so on, blood donation, phlebotomy for polycythemia vera, in patients طبعا polycythemia vera مثل ال treatment حيسوي دائما phlebotomy فممكن أيضا يسبب increased iron loss. أو decreased iron intake or absorption طبعا بسبب ال inadequate diet or malabsorption. طبعا هذا هو الكويشن مثل ما ذكرنا طبعا ممكن نعطي البول فتيج very pale RDW also increased so you can take your time. Yes, exactly. This is the most common طبعا iron deficiency anemia. وبسبب انه عندنا increased RDW و reduced iron studies. Excellent. طبعا السؤال الثاني حيكون question number two. A mother read about iron deficiency anemia in infants. Is now wondering about screening for her child. At what age do we screen for iron deficiency anemia in pediatrics? طبعا بالنسبة للسكرينينج in pediatrics أو in adults it's not recommended universal screening. بالبيدياتريكس في الأمريكان أكاديمي of pediatrics recommends one time lab screening in all infants at the age of 9 to 12 months. طبعا in all infants بيقصدوا فيها infants of term born at term. بالنسبه للبريترم بينصحوا انه بالسكرينينج يعني at earlier than 9 to 12 months. طبعا ايضا في الانستيتيوت اوف ميديسن بيصرح انه يعني بي ريكومند سكرينينج at age of 9 months at full term infants. اذا كانوا ياخذوا بريست فيد or not receiving iron fortified formula. بالنسبه لل infants طبعا and children between 4 and 36 months. طبعا دائما لازم يكون في clinical assessment for risk factors. حنناقش risk factors بالسلايد الجاي بالselective screening. طبعا selective screening حيكون for individuals who are at increased risk for iron deficiency. إذا كان في history of prematurity أو adolescent girls and non-pregnant women with heavy menstrual bleeding مثل ما ذكرنا increased iron loss. وخصوصا بالadolescent girl لأنه في بيكون في increased iron demand for the growth and adolescent spurt. Pregnant woman, أيضا نفس الشيء بيكون في increased iron demand. The recommendation for breastfed infants, خصوصا بالbreastfed infants لأنه breast milk بالإضافة لل إذا كان عم ياخذ cow milk, هو already have low iron levels. Preterm breastfed infants should receive 2 milligram per kilogram per day supplemental iron for the first 12 months of life. بالنسبة للterm breastfed infants or children more than 6 months, they should receive dietary iron من خلال fortified cereal or oral iron 1 milligram per kilogram per day. ف يعني كتعويض لل decreased iron intake. طبعا هذا هو الكويشن again at what age do we screen for iron in, deficiency in pediatrics. Excellent, yes. So 9 to 12 months is the recommended period. طبعا بالنسبة للكويشن number 3 worried parents brought their child of 5 years with lethargy and decreased concentration. His hemoglobin is 6.5 gram per deciliter. RDW is increased with decreased ferritin. What is the appropriate management? طبعا في مثل red flags بهالكيس لانه في اللي هو ال child is severely lethargic and decreased concentration والهيموغلوبين is 6.5 gram per deciliter. ففي عندنا مثل red flags. طبعا التشخيص حيكون iron deficiency anemia بس حنركز اكثر على المانجمنت أو treatment options. بالنسبة لل treatment options حتكون المينستي طبعا
for all patients طبعا اللي هو oral iron therapy. ايضا حنركز على dietary changes خصوصا بال patients born with يعني for low socioeconomic families, واللاب مونيتورينج فور assessment of response باستخدام السي بي سي والهيموجلوبين ليفلز. طبعا الاورال ايرون ثيرابي باستخدام اللي هو فيروس سلفيت اف توليريتد. طبعا ليش اف توليريتد؟ لانه بتسبب سايد افكتس مثل الكونستيبيشن, بلاك ستولز. فاف توليريتد وي كان ستارت اورال ايرون ثيرابي فور بي اور بيشنتس. Parenteral iron therapy is also a good option if the oral iron therapy can non-adherence to the oral iron therapy, or if he can already contraindications مثل inflammatory bowel disease. طبعا هي نظر باستخدام ال parenteral iron therapy من طبعا نوصل sustained hemoglobin response faster, أو نظر أيضا يعني من خفف استعمالنا للباكت ار بي سي ترانسفيوجن. طبعا باستخدام اللي هو الاورال او عفوا الاي في ايرون ديكستران اور ايرون سكروز. طبعا نستخدم الايرون ديكستران لانه اسوسييت وذ سمول ريسك فور سيريس سايد افكتس خصوصا الانافيلاكسيس, والايرون سكروز طبعا لانه اسوسييت وذ لوور ريسك فور الرجي. طبعا لازم نعمل سي بي سي افتر 1 مانث of oral of iron therapy or to show a rise of hemoglobin by 1 gram per deciliter. في أسباب شو ممكن lack of response to iron therapy. Already يكون patient diagnosed with iron deficiency anemia but wrongly. He has thalassemia trait of or anemia of chronic disease. أو بسبب إنه في recurrent or refractory iron deficiency anemia بسبب poor compliance. Already we have occult gastrointestinal blood loss, ما في في iron loss already, or parasitic infestation or other GI pathologies. طبعا التransfusion in pediatrics is done for patients with hemodynamically unstable state. مثلا يكون في hypotensive patient, a patient with decreased concentration. So this is severe situations. We should do a blood transfusion using dual packed RBCs. Or severe anemia, طبعا أكثر شيء اللي هو most common hemoglobin less than or equal to 7 gram per deciliter. Or hemoglobin less than or equal to 8 gram per deciliter, but the patient عنده pre-existing cardiac disease. أو إنه يكون patient already planning for surgery, فلازم نستخدم ال packed RBCs بهالحالات هذه. طبعاً our question again our patient, we can give the pull. Excellent, yes. Blood transfusion because طبعاً patient has decreased concentration and his hemoglobin is 6.5. ذكرنا إنه less than or equal to 7 gram per deciliter is an indicator for blood transfusion. طبعا في question what is the normal hemoglobin range for pediatrics. طبعا hemoglobin range بتكون اعلى بال هو developed countries بس المتوسط نقدر نقول pediatrics 2 to 6 years تقريبا 12.5 الهيموغلوبين جرام بير ديسيليتر. حتكون الهيموغلوبين ليفل ليس بالديفلوبد كانتريز, فبتعتمد على حسب كل كانتري او الكات اوف فاليوز. طبعا حنشخص الانيميا بتكون اقل من 2 ستاندرد ديفيشن بلو ذا مين. يعني اذا كان المين مثلا 13.5 حنشخص الانيميا أقل من 11.5 gram per deciliter. طبعا بالنسبة للسؤال question number 4, a boy brought by his parents complaining of diarrhea, dehydration and dark colored urine. On further examination he had splenomegaly, low hemoglobin. The doctor ordered direct and indirect Coombs test which came back positive. What is your diagnosis?
فيعني البيشنت طبعا ديهايدريشن ودايريا ودارك كلر ديورين، ووجدنا عنده سبينوميجالي ولو هيموجلوبين، وايضا ذكروا كومبس تيست اندايركت اندايركت وير بوزيتيف. طبعا عم نتكلم عن كيس اوف هيموليتيك انيميا. هيموليتيك انيميا طبعا بيتقسموا ل هيريديتري اور اكوايرد كوزز. هيريديتري كوزز انكلود مثل هيريديتري سفيروسايتوسز. هيريديتري سفيروسايتوسز طبعا بيكون في مثل ديفكت بال الانكرين والسبكترين تبع الار بي سي بسبب لنا اكسترا فاسكولار هيموليسيس هيريديتري سفيروسايتوسز، ايضا مع سبلينوميجالي وجوندس بسبب الهيموليسيس. بالنسبه لل جي 6 بي دي طبعا اكس لينك ريسيسيف ديزيز، بسبب لنا انه upon triggering for example in اذا اخذ البيشنت مثلا اذا كان عنده انفكشن او اذا كان مثلا اخذ certain foods like fava beans او اخذ مثلا certain drugs containing sulfa drugs, they all cause the trigger of this oxidant stress. Well, patient already can't generate glutathione reductase which protect the RBC against the oxidative stress. فبسبب لنا اللي هو الهيموليسيس G6PD deficiency. طبعا هيموغلوبين S in sickle cell disease وبكون دائما مع اللي هو African American patients غالبا، وبيكون مع اللي هو acute chest syndromes اللي هو sickle cell disease. بالنسبة للacquired anemias في immune autoimmune اللي هو warm and cold، حنناقشهم زيادة بالسلايد الجاي. الالوميون حتكون من خارج الجسم، حتكون بال against يعني hemolytic transfusion reactions او hemolytic disease of the newborn او drug associated مثل بعض الدراجز مثل البنسلين كوينين او كينيدين اللي هي انتي ملاريال دراجز. بالنسبه ايضا في بعض الانفكشنز مثل الملاريا سبب acquired anemias او الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. طبعا الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا هي acquired anemia بس بسبب mutation بتخلي ال RBC more susceptible for destruction due to the complement activation. في إلها تراياد دائما بينذكر انه اللي هو thrombosis venous thrombosis خصوصا بالمثلا الهيباتيك vein thrombosis مع pancytopenia و episodic dark urine و iron deficiency anemia. طبعا this is يعني these are characteristics for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. ال autoimmune hemolytic anemia subtypes مثل ما ذكرنا ال warm subtype وال cold. في اللي هو distinctive بيناتهم انه ال warm autoimmune hemolytic anemia حيسبب لنا extravascular hemolysis وال antibody هو IgG. طبعا ال temperature حتكون around normal body temperature like 37 degrees Celsius. Some يعني اللي هو causes of secondary conditions include drugs like methyl dopa or penicillins autoimmune diseases مثلا rheumatic disorders systemic lupus erythematosus أو chronic lymphocytic leukemia also could cause warm autoimmune hemolytic anemia. بالنسبة للكولد حتكون more in patients with living in Scandinavian countries in cold countries حيكون ال IgM included هو الانتيبادي included وحيكون ال hemolysis intravascular بسبب لنا hemoglobinuria. وبالنسبة للكومبس تيست حيكون ال direct كومبس تيست positive بال both بس الـ indirect comps test حيكون positive only in warm لأنه بالـ indirect comps test حنشوف الـ auto antibodies بالسيرم للـ patient. طبعاً في دائماً بينذكروا اللي هو secondary conditions causing cold autoimmune hemolytic anemia اللي هو بسبب mycoplasma pneumonia
او infectious mononucleosis. في الهيموليتيك انيميا دايجنوزز هشوف البيروبين المرتفع بسبب الهيموديجريديشن برودكت، اللاكتيت ديهايدروجينيز ايضا increased بسبب الانيروبيك ميتابوليزم باي برودكت في هيموليسيس اوريدي. Free haptoglobin decreased طبعا بسبب انه binding to hemoglobin destroyed by the macrophages. Retix count increased, bone marrow not affected in hemolytic anemia, distinctive for hemolytic anemia increased reticulocyte count. طبعا urine hemoglobin increased. بالنسبة للdirect COMPS test أيضا positive in autoimmune hemolytic anemia بالإضافة للindirect COMPS test بالworm. بالcold type only the direct COMPS test. طبعا again back to our patient. Diarrhea, dark colored urine بالإضافة للcOMPS test positive. You can assign the poll. It's exactly autoimmune hemolytic anemia. Question number 5, a 37-year-old woman with a medical history of easy bruising and gingival bleeding starts to have massive intracranial and gastrointestinal bleeding with lab values of hemoglobin of 15 grams per deciliter, hematocrit of 44%, leukocyte count of 7,500 with a normal differential platelet count of 9,000 and peripheral blood smear demonstrates enlarged platelets. What will you give this patient? طبعا patient middle-aged woman with easy bruising and gingival bleeding, platelet count decreased, severely decreased, طبعا اللي هو massive intracranial and gastrointestinal bleeding, this is life-threatening. Diagnosis, immune thrombocytopenia, acquired immune-mediated destruction of otherwise normal platelets. ممكن يكون acute, ممكن يكون chronic. بالنسبة للأكيوت يعني هو غالبا بال children, young children 2 to 6 years غالبا بعد upper respiratory tract infection. Acute immune thrombocytopenia حيكون يعني resolve spontaneously غالبا less than 6 months. المشكلة بال chronic thrombocytopenia حيتسبب لنا onset of any age. أيضا بعض الأحيان بيسموها immune thrombocytopenic purpura. طبعا بس الاسم الآن يعني هو immune thrombocytopenia لأنه وجدوا أنه بعض الأحيان ما بيسبب purpura أصلا. غالبا طبعا ال chronic form will take more than 6 months to several years. بالنسبة لل classification primary without an underlying condition أو secondary on top of lymphoma, leukemia, particularly CLL, or systemic lupus or HIV. Fine pathophysiology, antibodies against the platelet membrane, glycoprotein 2B3A, and considered as yani, type 2 hypersensitivity reaction. The clinical features حتكون حسب the severity of the disease وحسب the platelet count. البلاتلت كاونت طبعا ممكن يكون ينزل ل 70,000 بدون اي سيمبتومز. فالبادي اوريدي هاز يعني اكسترا بلاتلتس فور ريزيرف. This is a good thing. But اذا كانت بين 20,000 الى 70,000 حيبدا البروزنج، حيبدا البتيكول بوربرا او برولونج بليدنج افتر سيرجري. Less than 20,000 حيبدا الايكيموسز بليدنج فروم ميوكوزا طبعا. وطبعا increased risk for spontaneous life threatening bleeding. بالنسبة للمانجمنت تعتمد على أيضا اللي هو platelet count. No bleeding plus اللي هو platelet count more than 30,000 نقدر نقول no treatment أو نقدر نعطي اللي هو prednisolone. بالنسبة إذا كان في bleeding أيضا نكمل على prednisolone إذا كان mild bleeding. أو إذا كان severe bleeding والcount less than 10 أو الcount less than 10,000 نبدأ نعطي platelet infusion كoption أو IV immunoglobulins. طبعا غالبا ال bleeding حيكون GI أو CNS bleeding.
طبعا this is life threatening and we have to give a loaded infusion. إذا كان في recurrent episodes أو حصل في steroid dependent patient, we can refer to splenectomy if not done already. طبعا إذا كانت في not effective, نقدر نستخدم في new drugs for the management of ITP اللي هم روميبروستين or الترومبوباج. هذول الدراجز حيشتغلوا على الثرومبوبويتين, حيزودوا اللي هو البرودكشن اوف بليتلتس. في طبعا اللي هو مونوكلونال انتيبوديز لايك ريتوكسيماب او اميونو سبريسن دراجز لايك ازاثيوبين او سايكلوسبورين, بس ريزيرف فور يعني سيفير كيسز. طبعا اجين باك تو اور بيشنت, وومن كروزنج ويز بليتلت كاونت اوف 9000. Excellent platelets. المشكلة بالإميونوثرومبوسايتوبينيا مش بالcoagulation factors بس بالplatelets mainly. Our patient did have 9,000 platelet infusion. Yes, excellent. Question 6. A 12-year-old girl is presented with pain and jaundice. Her mother reports that she has had on and off pain for as long as she can remember. Lab values shows low hemoglobin, high retex count, peripheral blood smear shows sickled red blood cells. What is this type of crisis? طبعا off and on pain with pain and jaundice طبعا sickled red blood cell on blood film indicate the diagnosis of sickle cell anemia or sickle cell disease. طبعا بالsickle cell disease حيكون في four elements of differential diagnosis للcrisis. A plastic crisis or acute hemolytic crisis or sequestration crisis. بالنسبة للsequestration crisis بتحصل غالبا الonset sudden. Sequestration crisis طبعا spleen حيكون في acutely engorged, حيسبب اللي هو increase in hemolysis. طبعا بالsequestration ما حيكون في جوندس, حيكون في طبعا spleen حيكون engorged بال RBCs وحيكون مثل ال يعني the blood volume حيعبي السبلين, فالسبب هذا حيكون ما حيكون في جوندس. حيكون في abdominal pain, حيكون في pain on palpation, حيكون في ايضا darting, بس بالريتكس او مارو ايرثرويد اكتيفيتي ما حتكون affected. على عكس الابلاستيك كرايسيس, ابلاستيك كرايسيس طبعا غالبا ما تسبب مع السيكل سيل ديزيز بسبب الهيومن بارفوفيروس B19. طبعا الهيومن بارفوفيروس حيسبب لنا اللي هو bone marrow infection, و طبعا حيسبب اللي هو الأونست حتكون gradual و decrease per retix طبعا لأنه bone marrow is affected, والمارو وال abdominal pain ما حيكون في absent. طبعا الجندس حتكون increased بالhemolytic crisis only بسبب increased bilirubin مثل ما ذكرنا سابقا بالhemolytic hemolytic crisis diagnosis. الهيمولوتيك كرايسيس طبعا حتكون في اللي هو السكريلا اكترس ايضا مع التاكي كارديا او مع هيديك. غالبا ما حيكون البيشنت having with يعني السيكل سيل ديزيز have G6PD as a comorbidity. طبعا ممكن ايضا تسبب يعني مع السيكل سيل ديزيز حتكون ممكن تجي on top of ablastic crisis during the recovery phase of ablastic crisis بسبب انه الريتيك كاونت ممكن ما تكون increased بسبب الهيموليتيك crisis on top of ablastic crisis. طبعا التريتمنت غالبا ما حتكون معتمده على blood transfusion. ممكن نعطي IV fluid. The sequestration crisis حتكون less severe than اللي هو الهيموليتيك crisis. الابلاستيك كرايسيس ايضا small transfusions often sufficient. الهيموليتيك كرايسيس حتكون more severe
تسبب لنا هيمودايناميك كومبرومايز وحنحتاج نقول ترانسفيوجن اوف باكت ار بي سيز ايضا. طبعا this is our question jaundice you can fill in the poll as we have mentioned about the different crises in sickle cell disease. Exactly. Hemolytic crisis. Before we move on to the next question, there is when to give we give fresh frozen plasma. Fresh frozen plasma is not indicated in thrombocytopenia. The question number five. Fresh frozen plasma we give it when we have deficiency in the coagulation factors. So question number seven. A 4-year-old boy is brought to the physician by his mother because of generalized weakness and difficulty walking for the past month. Physical examination reveals pallor and maxillary enlargement. Lab studies show hemoglobin of 6.6 grams per deciliter, mean corpuscular volume of 74 femtoliter, relative distribution width of 13.5 normal RDW, and retics count of 4%. Normal WBC and thrombocyte count. Skull X-ray shows hair on end appears. What is the confirmatory test for this condition? يعني ما عطى الدياجنوزز بالنسبه للسؤال. الدياجنوزز حيكون ايضا من ضمن اللي ذكرناه سابقا اللي هو ام سي في ديكريست مايكروسيتيك انيميا. بس في مثل ريد فلاجز لايك ماكسيلري انلارجمنت الار دي دبليو از نورمال ف سكال اكس راي شوز هير اون اند ابييرنس. طبعا هير اون اند ابييرنس بيكون بسبب الانكريست مارو يعني بادي مارو اكسبانشن فحيعطينا اللي هو الهير اون ذا ابييرنس. طبعا غالبا حيكون الدايجنوزز ثلاسيميا ميجور بسبب ماكسيلري انلارجمنت يسموها تشيب مانك فيشيز وطبعا بسبب الانيميا والماكروس والام سي في ريديوس. طبعا الكونفيرماتوري تيست فور طبعا ذيس ار اللي هو ديفرنت تايبس اوف هيموجلوبين. في عندنا هيموجلوبين اي نورمالي اي 2 طبعا غالبا اليفيتد ان بيتا ثلاسيميا الاف ايضا انكريست ان بيتا ثلاسيميا ميجور خصوصا او في عندنا الهيموجلوبين تايبس ديبيندينج اون ذا ابنورمال تشين برودكشن يعني الكوانتيتيف تشين برودكشن مثل الهيموجلوبين اتش بالالفا ثلاسيميا والهيموجلوبين بارتس اللي هو بالالفا ثلاسيميا ايضا بس بالهايدروكس فيتالس. بالنسبه للابنورمال تشين ستراكشر يعني العدد يعني ما هو متاثر بس الستراكشر اوريدي كومبرومايزد بيحصل بالسيكل سيل انيميا او بهيموجلوبين سي. طبعا السيكل سيل يعني اوت اوف ذس يعني يعني فوكس هير بس امبورتنت فور وان بيربس اللي هو الميوتيشن بسبب انه حتاثرنا بالالكتروفوريسيس يعني السبستيتيوشن اوف فالين اللي هو في بيكون ليس نيجاتيف ذان اللي هو الجلوتامين اسيد حيسبب لنا بالسيكل سيل انيميا اللي هو substitution of less negativity. واللايسين بالهيموجلوبين سي حيسبب اللايسين حيكون مثل ال neutral charge فحيسبب لنا ايضا neutral charge بالالكتروفوريسيس. ف keep this in mind we can also refer it to in the electrophoresis. طبعا هذول different types of thalassemia alpha thalassemia طبعا depending on the affected alleles العدد كل ما العدد يعني الالليلز الافكتد ازداد حيزيد ال severity of the case. طبعا اذا كان في one allele or two alleles affected ما حتكون في يعني كثير life threatening بس حتكون في يعني mild microcytic anemia ممكن. اذا كان في three alleles affected حيسبب لنا hemoglobin H disease اللي هو حنشوف فيه increased in A2. ايضا ممكن تكون associated with chronic hemolytic anemia pallor splenomegaly. طبعا ال affected four طبعا this is hydrops fetalis حتسبب fetal demise incompatible with life. البيتا ثلاسيميا ايضا بتنقسم الى ثلاسيميا minor او ثلاسيميا major. ثلاسيميا minor حيكون في one affected allele
حيكون في increased hemoglobin A2 ونورمال هيموجلوبين اللي هو الفيتال. طبعا ما حيكون في يعني غالبا مثل الثلاسيميا ميجور, بس يعني ايضا ممكن يكون هو في follow up للبيشنت, avoidance of oxidative stress, treatment with folate and transfusions during severe anemia. الثلاسيميا ميجور اللي هو most severe form of beta thalassemia حتسبب anemia at 6 months بسبب انه الهيموجلوبين اف اللي هو الفيتال ديكلاينز, حتسبب لنا اللي هو الاكسترا ميدولري هيماتوبويسيس, حتسبب لنا اللي هو الماكسيلاري انلارجمنت وال الهير اون اند ابييرنس اون اللي هو السكال اكس راي. غالبا حيكون في الهيموجلوبين اف انكريست بالالكتروفوريسيس طبعا بالاضافه للهيموجلوبين A2. طبعا التريتمنت هو حيكون فريكوينت بلاد ترانسفيوجنز. طبعا this is اللي هو الهيموجلوبين الكتروفوريسيس, في مثل الجل غالبا الكالين, وحن يعني نعمل مثل الهيموجلوبين مثل الالكتريكال كارنت حيسبب اللي هو الموفمنت اوف هيموجلوبين ديبيندينج اون اللي هو التشارج. طبعا النورمال حيكون A اللي هو بسبب اللي هو نيجاتيف تشارج توارد اللي هو البوزيتيف. بالبيتا ثلاسيميا حيكون في انكريس بالA2 بيتا ثلاسيميا تريت, بالبيتا ثلاسيميا ميجور انكريس ان اف. السيكل سيل انيميا مثل ما ذكرنا حيكون في انكريس ليس نيجاتيف تشارج وال ترافل, فالهيموجلوبين اس حيكون بالوسط يعني ما حيكون ترافلينج مثل الهيموجلوبين اي, حيكون في انكريس بالهيموجلوبين اي. طبعا this is our question 7. You can check the poll. Excellent. Electrophoresis. For question 8, the spleen is crucial in regulating immune homeostasis through its ability to link innate and adaptive immunity and in protecting against infections. The impairment of splenic function is defined as hypospleenism. Which of the following can lead to hypospleenism? Hypospleenism or aspenia ممكن تكون غالبا لها عدة أسباب associated with sickle cell disease, celiac disease or hepatic cirrhosis, أو ممكن تكون associated with non-Hodgkin's lymphomas, advanced breast cancer. غالبا بالsickle cell disease السبب أنه حيكون في مثل acidity nature of the spleen, طبعاً hypoxic nature, hypoglycemic nature of the spleen حتسبب انه في red blood cells more sickled بالspinic vasculature. طبعا هذا حيكون يسبب لنا autosplenectomy و hypospleenism occur يعني in young children. طبعا in young children with no spleen حيكون more susceptible for infections especially طبعا with encapsulated organisms. Therefore, we in cases of hypospleenism, we give vaccines against streptococcus pneumonia, hemophilus influenza, or Neisseria meningitis. طبعا ممكن other causes miscellaneous like amyloidosis, sarcoidosis, primary pulmonary hypertension. طبعا these are more rare. بسبب الhypospleenism ما حيكون في proper extraction of the nucleus of the اللي هو red blood cell. يعني normally the spleen clean the nucleus of the red blood cells. حيتظهر مثل اللي هو الهول جولي بوديز بال peripheral blood smear أو nucleated red blood cells or Pappenheimer bodies. طبعا these are all مثل remnants لل RBCs. RBCs nucleus. And again, which of the following can lead to hypospleenism? You can fill in the poll. Excellent. Yes. Sickle cell anemia. Thalassemia حتسبب hyper ممكن تسبب hypospleenism طبعا بسبب اللي هو destruction. G6PD أيضا حتسبب hypospleenism. Hemophilia it's not indicated. A 67 years old obese patient. And this is question 9. Pre-existing atherosclerosis is on LT plays.
after experiencing a stroke develops intracerebral hemorrhage. Which of the following is the fastest intervention to be used to oppose the action of alteplase? Review of alteplase is a fibrinolytic drug used in as a fibrinolytic in STEMIs or strokes. Other antithrombotics like antiplatelet drugs used مثل aspirin or clopidogrel in the primary prevention of atherosclerosis or primary prevention of MIs. Glycoprotein 2B3A inhibitors, abciximab, these are also antiplatelet drugs, but used more in non-STEMIs. Also, phosphodiesterase, especially 3 inhibitors, like cilostazol, they are more بيتم استخدامهم بال peripheral arterial disease. بالنسبة للanticoagulant drugs, الهيبارين والإتس derivatives, طبعا anticoagulant drugs حيستخدموا أكثر بال venous thromboembolisms. بيتضمنوا الهيبارين والإتس derivatives والactive factor 10A inhibitor. طبعا في ال 10A غالبا ما حيكون في الريفاروكسابان مثل ما احنا شايفين XA وال XA ابيكسابان also has XA. This is a reminder. Rivaroxaban طبعا في also O which is oral, taken orally. You can use this and also direct thrombin inhibitors, argatroban, also dabigatran. Vigatran also is taken orally. Vitamin K antagonist on the warfarin, also used in venous thromboembolism for prophylaxis. طبعا بالنسبة للtissue plasminogen activator reversal, غالبا ما tissue plasminogen activator develop symptomatic intracerebral hemorrhage by 3.5 to 6% of stroke patients. غالبا ما حيكون patients elderly. أو عندهم بالأصل severe strokes أو إذا كان عم يأخذ patient already aspirin قبل ما تحصل له stroke. طبعا هذه بتسبب increased risk for intracerebral hemorrhage. طبعا guidelines نقدر نستخدم cryoprecipitate. Cryoprecipitate حيكون 10 bags حيسوي reversal coagulopathy and one bag of single donor platelets. أو في option ثاني اللي هو 6 to 8 bags of random donor platelets. طبعا بالنسبة لللاب monitoring للورفرين طبعا INR PT الهيبرين PTT other types like low molecular weight heparin وال factor 10A inhibitors من نظر نستخدم anti factor 10A argatroban نظر نستخدم PTT بالنسبة للanticoagulation reversal الهيبرين طبعا reversal agent is protamine sulfate الورفرين فيتامين كي الدبيكاتران في مونوكلونال انتيبادي اسمه ايداروسيزوماب بالنسبة للدايركت فاكتور 10 انهيبيتورز في also recombinant modified factor 10A اسمه انديكسينيت الفا ف you can check the poll for our question. It's excellent cryoprecipitate. We can also have another option which is the 8 bags of platelets. طبعا بالنسبة للquestion number 10, a 48-year-old patient presented after a fall while taking the stairs. After reviewing an X-ray, the orthopedic surgeon diagnosed her with a hip fracture and wants to give her prophylaxis for DVT. Which of the following should be given? طبعا الدرجز مثل ما ناقشناهم بالسلايد الماضي. بالنسبة للDVT في اللي هو risk stratification modified Wills criteria غالبا ما حنستخدمه بال initial diagnosis of DVT طبعا 2 points or more حيكون DVT likely active cancer 1 point cluster immobilization 1 point bedridden patients also 1 point
localized tenderness along the distribution of the deep venous system, one point, entire leg swollen, calf swelling, petting edema, collateral superficial veins, previously documented DVT. These are all accounts for points. إذا كان في alternative diagnosis حن ناقص 2 points. بالنسبة لل prophylaxis طبعا في general preventative measures like regular exercise, early post-operative mobilization, avoiding dehydration. بالنسبة لل pharmacological ones, low molecular weight heparin طبعا خصوصا لل orthopedic procedures for DVT. Enoxaparin طبعا should be given either طبعا at least 12 hours pre-operatively or post-operatively أو حتى كprophylaxis. Mechanical venous thrombosis ممكن في graduated compression stockings بال-long distance travelers أو intermittent pneumatic compressions بال-bedridden patients. في treatment guidelines لل-DVT حيكون في several options depending on the indication. إذا كان في isolated distal DVT without severe symptoms ممكن نستخدم serial venous ultrasound over 2 weeks يعني expectant approach. طبعا في بيكون في risk بيكون في without severe symptoms or risk factors. إذا كان في primary treatment إذا كان في isolated distal DVT with severe symptoms or risk factors نقدر نستخدم primary treatment for 3 to 6 months anticoagulation. أو إذا كان في any of the following طبعاً proximal DVT حيكون لأنه في more risk to develop pulmonary embolism في proximal DVTs أو recurring DVT أو DVT provoked by a transient risk factor. طبعاً transient risk factor مثل long distance traveler أو bedridden bed rest for long periods of time. Primary طبعاً other option primary treatment plus secondary prevention. اللي هو باستخدام extended anticoagulation in cases of unprovoked proximal DVT. طبعا unprovoked معناها اللي هو أو provoked بsurgery أو provoked بسبب pregnancy أو provoked بسبب اللي هو intake of oral contraceptives or hormone replacement therapy. If it is provoked by chronic risk factors, we can also do have this option. We can also have advanced therapy باستخدام اللي هو الفلتر انفيرابينكافا فلتر خصوصا بالpatients اذا كان في contraindication to anticoagulation مثلا symptomatic intracerebral hemorrhage سابقا او نقدر نستخدم ايضا انفيرابينكافا فلتر او acute iliofemoral DVT ايضا لأنه more risky for to develop pulmonary embolism. طبعا هذا هو السؤال العاشر. ممكن تشوفوا البول. It's excellent. So enoxaparin. طبعا more must indicated for DVT prophylaxis. Abciximab طبعا اللي هو GP2B3A inhibitor حيكون indicated in non-STEMIs more non-STEMI. Aspirin. Aspirin is antiplatelet for primary prevention of arterial problems, atherosclerosis and so on. Clopidogrel also the same. طبعا شكرا. ممكن بس reminder for these are my references. Thank you. Reminder to fill on the form, evaluation form. That would be greatly appreciated. شكرا جزيلا. شكرا.